انا قلت يجي طالع صباح من الدار، شفت انا جاني يمشي عندنا بتي ستاد تمايا، شفته يتمشى، طلعت شريت الحليب عاود تحبط عاود وليت شفته يمشي، انا عم بالي مهبول. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اهلا بكم. اهتزت الجزائر العاصمة على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها ممرضة بمستشفى حكومي، لتكون هذه الواقعة تكملة لسلسلة جرائم متكررة ضد النساء في الأيام القليلة الماضية في عدد من الدول العربية. وفي تفاصيل الجريمة، قام شاب يحمل سلاحا أبيض بشن هجوم على ممرضتين بالقرب من المستشفى ليقتل الأول الممرضة الجزائرية فاطمة الزهراء بن شيخة، والتي تبلغ من العمر 32 عاما، ويصيب زميلتها صابرين الشامي والتي تبلغ من العمر 29 عاما. انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار على الهشيم، فقد تركت هذه الجريمة المواطنين في حالة صدمة وذهول. الدكتور عباس السنوسي غرد قائلا: أسوأ شيء يقترفه الإنسان قتل النفس، إلا الدماء. ممرضة تقتل بجوار مستشفى بني مسوس، هل هانت الدماء لهذه الدرجة؟ من جهته علام رمضان تساءل في تغريدة أخرى قائلا: إلى متى الوحوش البشرية تصول وتجول من غير رادع؟ ما جزر في بني مسوس كانت ضحيتها امرأتين، واحدة فارقت الحياة رحمها الله، والأخرى في العناية المركزة شفاها الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بينما استنكر الأغلبية ما فعله القاتل المجرم بالفتاتين، كانت هناك بعض التعليقات الغريبة التي بررت فعل القاتل ودعمه فعل القاتل وهاجمته بكلمات صادمة. كانت هناك بعض التعليقات الغريبة التي بررت فعل القاتل ودعمته بكلمات صادمة، مما أغضب رواد السوشيال ميديا. عثمان عمراني قال فيما يخص هذا الموضوع: لم أستطع فهم هذا الكره الكبير للجزائريين للأطباء. هذا جزء بسيط من التعليقات اللي قريتهم أنا في منشورات قتل الطبيبة التي تعمل في مستشفى بني مسوس. من جهة أخرى، لم ينسى النشطاء حق الفتاتين، فقد طالبوا بمحاسبة المجرم ومعاقبته أشد العقاب. لطيف فرقوني قال: الله يرحمها ويوسع عليها، لو كان يطبق حكم القصاص ما يصير هذا الشيء، القصاص الإعدام المقصلة. من جهة أخرى، استذكرت المعلقة ميصال خولة حادثة الطالبة نيرة في مصر، وكتبت: قصة نيرة أشرف النسخة الجزائرية، ربي يلطف وربي يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها. سيناريو تاع الطالبة المصرية المذبوحة يتعاود في عديد من الدول العربية. ربي يلطف بنا. جدير بالذكر أن المصادر الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المجرم الجاني، لكن أسباب هذه الجريمة لم تعرف بعد إلى اللحظة. وتم ترصد الجاني من كاميرات المراقبة، حيث كان يحاول الهروب ويجري وهو يقول: تستاهلوا. وقد قال بعض الشهود العيان أن جريمة القتل هذه هي تصفية حسابات، حيث قالت والدة المغدورة فاطمة الزهراء أن القاتل قتل ابنتها ولم يسرق أي شيء من ممتلكاتها، وهذا يدل على عدم نيته للسرقة بل تصفية حساب. وقد أعلنت الشرطة الجزائرية توقيف المشتبه فيه في جريمة مقتل ممرضة بالقرب من مستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة وإصابة زميلتها بجروح بليغة،
وحسب بيان للشرطة بعد أقل من 24 ساعة من اقترافه لجريمة قتل، راحت ضحيتها سيدة بالقرب من مستشفى بني مسوس الجزائر العاصمة وإصابة أخرى بجروح بليغة، ومباشرة بعد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة يقطن بالجزائر العاصمة مع استرجاع أداة الجريمة، وأمرت نيابة محكمة بئر مراد رايس الثلاثاء بفتح تحقيق معمق حول تعرض ممرضتين تعملان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس إلى اعتداء أدى إلى وفاة إحداهما. وأوضح بيان لوكيل الجمهورية أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام أنه بتاريخ يوم 28/6 حوالي الساعة 9 صباحا تلقت مصالح الأمن الحضري لبني مسوس نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بغرض التوجه إلى مصلحة الاستعجالات للمستشفى الجامعي بني مسوس بخصوص استقبال المصلحة الجراحية لضحيتي اعتداء بواسطة سلاح أبيض. وأضاف البيان أنه على الفور انتقلت مصالح الضبطية القضائية لعين المكان، وخلص البيان إلى أن التحريات الأولية المستقى من تصريحات الضحية تفيد أن عملية الاعتداء تمت أثناء توجه الضحيتين من مقر سكنهما إلى مكان عملهما بالمستشفى الجامعي بني مسوس، إذ ودون سابق إنذار قام الفاعل بالتهجم عليهما بواسطة سلاح أبيض ليلوز بعدها مباشرة بالفرار، مضيفا أن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة وأي مستجدات في القضية سيتم إخطار الرأي العام بها. وفي التفاصيل فإن القاتل اعترف بجريمته أمام مصالح الشرطة القضائية بعد توقيفه، وأكد أنه فعلا قتل الضحية التي يعرفها منذ مدة، كما أنه سلم لذات المصالح أداة الجريمة السلاح الأبيض. وإلى ذلك كشفت تحاليل الدم التي تم رفعها من مسرح الجريمة من طرف محقق الشرطة العلمية أنها تعود فعلا للجاني، والتحقيق متواصل في القضية، مضيفا أن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة وأي مستجدات في القضية سيتم إخطار الرأي العام بها. وتبين خلال التحقيق أيضا أنه سبق للجاني أن اعتدى على بنات أخريات بمنطقة بن عكنون والإبيار، فيما قدمت والدة الجاني شهادة طبية تزعم فيها أنه مريض عقليا ويعاني من اضطرابات نفسية وعصبية بعد وفاة والده. الجاني يقطن بحي 800 مسكن بسيدي يوسف في بني مسوس، كان في منزله لحظة توقيفه، ومحقق الشرطة عثروا على أداة الجريمة ليعترف بها في وقت لاحق، فيما يشتبه المحققون في أن الجاني نفذ جريمة مشابهة في برج منايل في وقت سابق، حيث سبق له أن اعتدى على طبيبة في برج منايل وحاول قتلها لتنجو الطبيبة الضحية بإعجوبة من الموت. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.